السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة يا شباب التحدي الأسطورة الحية، أسطورة كرة القدم، اللاعب الذي حقق كل شيء في كرة القدم ما عدا كأس العالم، إنه كريستيانو رونالدو. طبعا اللاعب ما ينفعش الواحد يتكلم عليه لأن اللاعب في سجله الكروي غير طبيعي، من الأهداف، من الأهداف القوية والممتعة. وبالنسبة كمان لو جينا نشوف اللاعب في فيفا عامل ازاي، اللاعب هو عيبه الوحيد ان هو تقيل شوية، بس بعد كده اللاعب خطير جدا. اللاعب يا شباب او التحدي محتاج 4 تحديات. ناخد أول واحد مع بعض كده، وسعر أول تحدي تقريبا 27,000 كوين، والتحدي اللاعبين موجودين في اليمين، كل لاعب بسعره. حاول تجيب اللعيبة بمزايدات عشان اللاعب ما يزيدش معاك أو التحدي ما يزيدش معاك. طب بالنسبة لأول تحدي، تعال ناخد تاني تحدي اللي هو محتاج 85 الريت بتاعه، تقريبا هيكلف 65 أو 64,000 كوين. وادي اصعب لاعبين موجودين ناحيه اليمين، كل لاعب بسعره زي ما قلت لك. حاول تجيب لعيبه باسعار مزايدات عشان التحدي ما يزيدش معاك، بس بالله عليك حاول تدعمني في القناه لان انا فعلا محتاج دعمك معايا في القناه. بالنسبه للتحدي الثالث الريت 87، ده شويه غالي، تقريبا هيكلف 173,000 كوين. وادي اصعب لاعبين موجودين ناحيه اليمين، كل لاعب بسعره. في عندنا 3 لاعبين او 4 لاعبين غليل، عشان كده التحدي ده غالي شوية. هو ده يعتبر التحدي الصعب عشان تقدر تعمل اللعب. اللعب يستاهل طبعا، ده حاجة ترجع لك في نسختين من اللعب، النسخة اللي هي طبعا الذهبية العادية خالص تقريبا حوالي 110 او 120,000 كوين، والتحدي ده هيكلف حوالي 400,000 كوين. هشوف انت عايز تعمل ايه. التحدي الثالث والاخير هيكلف 240,000 كوين. وادي اسعار اللاعبين موجودين ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، قصدي في لعيبه يعني مشوا في التحدي ده، لعيبه عالي قوي زي هالاند، زي ليفاندوفسكي، وفي كمان لاعبين زي ما انتم شايفين. حاول تجيب اللاعبين بمزايدات عشان التحدي ما يزيدش معاك وتقدر تخلص التحدي، وان شاء الله ما يكلفكش كتير. اللاعب طبعا 5 مهارات. مميزات اللاعب السرعة، التمركز، المهارة. عيوب اللاعب ان هو تقيل شوية، خد بالك من النقطة دي. افضل مركز ل ال دبليو جناح، افضل كيميستري في ياض. السلام عليكم.